مرحبا بموقع لالا بلوس عندنا بالمركز. اليوم غادي نبغي نعطي بزاف نصائح للسيدات، خصوصا السيدات اللي مقبلين على العمل ديالهم دابا الدخول مدرسي ديال وليداتهم، تنبغيو البشره ديالنا تكون في حله جميله. بالنسبه لربات البيوت كذلك اللي كيبغيو يعتنيوا بالبشره ديالهم، خصوصا المواد الطبيعيه اللي متواجده عندهم في المطبخ، كاين بعض الوصفات الطبيعيه، مقشرات طبيعيه اللي غادي نعطي مثال منها. مثلا كيمكننا ناخذوا الخرطال اللي هو لافوان او الشوفان، كنطحنوه واحد شويه، تناخذوا معلقه منه مع بودره الحليب والمورد. كيمكننا نحضروا يعني واحد الخلطه اللي هي طبيعيه، مقشر طبيعي نوضعوه على البشره ديالنا، خصوصا في هذه الفتره ديال بدايه ديال الخريف، كتكون البشره ديالنا تضرات بالاشعه ديال الشمس، تضرات بالغسيل بزاف بالماء ديال البحر، بالماء البيسين اللي هو الكلور. دونك كيمكننا نديروا بحال هذه المقشرات الطبيعيه. كنكملوا دائما في لو ريتوال ديالنا، يعني في الطقوس ديالنا ديال ليكرون سولير يوميا. من بعد كيمكننا نلتجئوا لمراكز ديال التجميل اللي يمكننا نديروا فيها، او اطباء ديال الجلد اللي يمكننا نعتنيوا بالبشره ديالنا بطريقه عميقه ومشخصه وطبيه.